السلام عليكم. انا دكتور علي يحيى، طبيب مختبر متخصص في البايوكيمستري. كنت حابب النهارده اكلمكم على يعني شكوى شائعه بين المرضى، وهو الضعف العام والخمول. طبعا بيجي لنا بعض المرضى بيشتكوا من خمول وكسل، وان هم مش بيقدروا يعملوا حاجات هم كانوا بيقدروا يعملوها قبل كده يعني. فبيبقى في بعض التحاليل بنقدر نعملها لهم علشان نتاكد من ان مفيش مشكله عضويه يعني. اول تحليل طبعا بنعمله هو تحليل السكر، سواء صائم او غير صائم. تاني تحليل بنقدر نعمله اللي هو وظائف الغده الدرقيه، لان يعني طبعا وجد ان في اي خمول او نقص في هرمونات الغده الدرقيه بيسبب خمول وكسل الجسم. ثالث حاجه بنعملها اللي هو فيتامين دي، بنشوف مستوى فيتامين دي في الجسم، لان نقصه موجد ان هو بيأثر على الحاله العامه بتاعه الجسم والحاله المناعيه بتاعه الجسم. اخر حاجه بنقدر نعملها اللي هي فحص وظائف الكلى ووظائف الكبد، لان هم دول اعضاء مهمه جدا في الجسم، واي خلل فيهم بيؤدي لضعف عام في الجسم. طبعا يعني بنتمنى لكم وافر الصحه والعافيه، ونشوفكم على خير ان شاء الله.